عشان نكتب سؤال كيف تشعر، أول حاجة لازم نبدأ بكيف هاو. طيب إيه اللي بنحطه جنب هاو؟ لإما دو لإما داز، لأن إحنا بنسأل عن مشاعر، يبقى نقول هاو دو أور داز السبجكت بتاعنا فيل. هاو دو أور داز السبجكت فيل. هاو دو أور داز، هاو دو أور داز السبجكت فيل. طيب لو أنا عايزة أقول كيف، كيف هو يشعر، كيف هو يشعر، يبقى أول حاجة هنختار، هنكتب how. السؤال بتاعنا من 4 words، 4 كلمات how. بعد كده هنختار does. ليه هنختار does؟ لأن احنا بنسأله هو، يبقى how does he، how does he feel، how does he feel. ليه اخترنا does مش do؟ لأن السبجكت بتاعنا الفاعل بتاعنا هو he، وهي من الفريق اللي بيحب الاس، عشان كده how does he feel. طب لو عايز اقول كيف، كيف هم يشعروا، كيف هم، اسألهم هم how، يبقى اول حاجة هنقول برافو عليكي how، بعد كده هنختار do، يبقى how do they، how do they feel. طيب يا ميس انا مش فاكر مين اللي بياخد الدو ومين اللي بياخد الدز، افكركم كده مين بياخد دو ومين بياخد دز. هنرجع تاني نكتب الكلام بتاعنا، اللي بياخد دو يا ريتال هما I they we you. اللي بياخد دو I و they و we و you. طب مين اللي بياخدوا does؟ اللي بياخدوا does عندنا في الكويشن بتاعنا he و she و it. he she he و she و it. يبقى اللي بياخدوا do I و they و we و you، اللي بياخدوا does he و she و it. السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ how كيف، لإما do لإما does، يبقى how do or does السبجكت بتاعنا الفاعل بتاعنا feel. ولازم ثانية واحدة، اوكي لازم يا حبايبي الفيرب بتاعنا في السؤال بتاعنا لازم يكون من دون s، لازم السبجكت بتاعنا حتى لو هي او شي او it الفيرب اللي جنبه لازم لازم ما نحطلهوش ابدا s، عشان الدز ما بتحبش الفيرب معاها s. يعني يا ميس لو عايزة اقول كيف هو يشعر، كيف هو يشعر، يبقى how does yes يا روح she، how does he عشان انا بكلمه هو، how does he feel. يا ميس مش الهي بتحب الاس، هقول لك اه بس فيرب هنا feel لازم ما نحطلوش الاس عشان معانا does. طب انا لو عايزه اسال عنها هي how does، how does she feel. طب انا لو عايزه اسال عنهم هم، هم how do they feel. طب انا لو عايزه اسال عنك انت how do you feel. يبقى السؤال بتاعنا how do or does السبجكت feel، معناه ايه؟ كيف تشعر، بتسأل عن الفيلينجز المشاعر. نبدأ الاول بهاو، بعد كده نحط لاما دو لاما does. مين اللي بياخد دو؟ اللي بياخد دو الاي والزي والوي واليو، واللي بياخدوا الدز هما الهي والشي والات. يبقى السؤال بتاعنا بيقول how do or does subject feel، how do or does subject feel. الاجابة بتاعتنا
بنبدأ الأول بالسبجكت بتاعنا، بنبدأ الأول بالسبجكت بتاعنا. بنبدأ الأول بالسبجكت بتاعنا، ولإما نختار feel لإما نحط feels. يعني إيه يا ميسي الكلام ده؟ يعني مثلا لو أنا عندي I أو they we بناخد لهم feel لأن هم معاهم الفعل بتاعهم بدون أي إضافات. I feel وأشوف أنا بشعر بإيه. I feel tired. I feel happy. I feel sad. طب الفريق التاني اللي بيحب الاس، الفريق التاني اللي بيحب الاس هما هي والشي والات. الفريق التاني بتاعنا هي وشي وات، ده من الفريق اللي بيحب الاس. عشان كده لما اجي احط في الاجابة اختار feels اللي فيها اس، ونحط بعد كده الادجكتيف بتاعتنا. طيب يا ميسي، يبقى احنا عرفنا ان في فريق بياخد feel وفي فريق في الاجابة بياخد feels. طب يا ميسي ازاي بقى بنجاوب الاجابة بتاعتنا؟ لو عندي سؤال بيقول لنا how do you feel، اول حاجة نشطب how ونشطب do، يبقى نشطب how ونشطب do وننزل من غير مقص. اليو تتحول لآي، يبقى I feel، I من الفريق اللي ما بتحبش الاس، وشوف أنا أشعر بإيه. I feel hot، أنا حران. طيب يا ميس لو عندي question تاني، how does he feel، نشطب مين ومين؟ نشطب مين ومين؟ نشطب how ونشطب مين؟ ونشطب does. طالما هنشطب does ناخد منها الاس، ما نخليهاش تمشي بالاس بتاعتنا، وننزل he feels ونحط الادجكتيف he feels thirsty، هو عطشان. يبقى عشان نعمل الإجابة بتاعتنا بنشطب how ونشطب does، أو نشطب how ونشطب do. في فريق بياخد feel، فريق بياخد feel بدون أي إضافات. مين اللي بياخد feel؟ ها قولي لي يا ريتال، مين اللي بياخد feel؟ الاي الزي والوي واليو، دول بياخدوا فيل. اليوم تاني يا ريتال معايا، اي وزي ووي ويو. اي وزي ووي ويو. طب مين بقى اللي بياخدوا فيلز؟ هي وشي وات. مين اللي بياخدوا فيلز؟ هي وشي وات. هي وشي وات، لان دول لازم ناخد معاهم الفيرب بتاعنا في اس. يبقى نشطب هاو ونشطب دو اور داز وننزل من غير مقص. نشطب هاو ودو وداز وننزل من غير مقص.